استيلاء الإسبان على سرقسطة. كان الصراع مستعراً بين دول ملوك الطوائف من جهة ومملكتي ليون وقشتار الإسبانيتين من جهة أخرى. وقد سهلت الخلافات المستحكمة بين دويلات ملوك الطوائف الاستفراد بها واحدة تلو الأخرى. في هذه السنة قام ألفونسو الأول ملك قشتار المعروف باسم المحارب بالاستيلاء على سرقسطة وأخرج منها المسلمين. كان قبلها قد تمكن من السيطرة على طويطلة، وبسقوط سرقسطة انهار ثاني معقل للمسلمين في الأندلس